اخر حاجه بقى خالص يا جماعه في السيلبس ونبقى خلصنا كده، هي الجينيتيك انجينيرنج. واتس مان باي جينيتيك انجينيرنج؟ اللي هي بالعربي اسمها الهندسه الوراثيه. ده احنا بنعمل تشينجينج في الجينيتيك ماتيريال بتاعت اورجانيزم، بنعدل في الجين بتاعت اورجانيزم عن طريق ان احنا ممكن نريموف جين من الاورجانيزم، نتشينج جين اوريدي موجود، نانسرت نيو جين ما كانش موجود عنده. ده كده اسمه جينيتيك انجينيرنج. طيب ازاي بنستخدمه؟ بصوا، ساعات مثلا فور اكزامبل ممكن نعمل انسولين بجينيتيك انجينيرنج. ازاي؟ ان انت ممكن زمان الناس الدايابيتكس دي كانت بتاخد الانسولين منين؟ من الكاوز والبيجز. ده كان بيخليهم ايه؟ معرضين لامراض اكتر، بيحصل له ريجكشن، مشاكله كتير. مهم، فاحنا ساعات ممكن ناخد جين مثلا من هيومن سيلز نديهم لبكتيريا، صح؟ البكتيريا دي تنتج هي الانسولين. ويا سلام بقى لما احط البكتيريا دي في فيرمنتر مثلا تنتجه لي اون ا فيري لارج سكيل، ادي بقى المرضى السكر الكتير في العالم، صح؟ فده كده اكزامبل جينيتيك انجينيرنج. دي جين جديد لبكتيريا من بني ادم عشان تنتج هي الانسولين. بكتيريا بقى بتزيد وبتنتج هو نفس الهيومن انسولين، ان هو تكنيكلي اتس ا هيومن جين، ان انا بديل مرضى السكر. مهم، ممكن مثلا ندي جين لبلانت، نعمل حاجه اسمها جينيتيك موديفيكيشن لبلانت، لو مثلا يخلي البلانت ده ريزيستنت للهيربيسايدز او للانسكت بيستس. يعني ايه؟ يعني بصوا، لو انا مثلا سي عندي كروبس، خلاص بزرع كروبس بتاعتي ايه جميله، خلاص فانا بزرع الكروبس ايه، قلنا كان بيطلع حاجه اسمها تحت ويدز. ويدز دي اللي هي ايه؟ ويدز دي unwanted plants، نباتات بتطلع زي ما تقول بتعمل كومبيتيشن مع البلانتس بتاعتي، الكروبس بتاعتي على الووتر والمينرالز في السويل، فبالتالي بتقل الكروب يلد، بتضرني، فلازم برش عليهم هيربيسايدز او ويد كيلرز خدناهم قبل كده اللي هم البلانت هرمونز اللي انا بصنعهم. بس الفكره في حاجه، ان لما اجي ارش عليهم الهيربيسايدز او الويد كيلرز دي، طب ما انا النباتات بتاعتي ممكن تتاثر. بس الفكره بقى هي ان انا زرع النباتات دي، زرع بتاعتي الكروبس بتاعتي، زرع فيها جين يخليهم ريزيستنت للهيربيسايدز، يكافحوا الهيربيسايد، بحيث ان انا لما اجي ارش مين اللي هيتضر؟ بس ايه؟ الويدز دي، صح؟ فدي ميزه. ممكن مثلا ازرع جين في الكروبس بتاعتي، يعني ميني كروبس بتاعتي، بزرع مثلا فيها جين اخليها فور اكزامبل تموت الايه؟ البيستس، تموت الحشرات اللي بتيجي تاكلها، زي اشهر حاجه هتكلم عليها كمان شويه، حاجه اسمها ذا بي تي توكسين، اللي هو ايه؟ ازرع جين في النبات كل ما حشره تيجي تاكلها تموت بسبب البي تي توكسين، ان انا زرع الجين بتاع البي تي توكسين ده للكروبس بتاعتي. ده كده اكزامبل جينيتيك انجينيرنج. ساعات برضو تالت واحده دي هحكي لكم عليها اكتر. ساعات في ناس تبقى فقيره مش لاقيه تاكل، ما بيبقاش معاها فلوس تشتري معظم الاكل، فالناس دي بيبقى عندها مال نيوتريشن، نقص في بعض عناصر الاكل، بروتينز وفيتامينات وبتاع. احنا بس هتكلم على كيس واحده، نقص في حاجه واحده، فيتامين ايه. فيتامين ايه ده من الفيتامينات المهمه جدا عشان نقدر ان احنا نشوف كويس، بيقوي النظر خصوصا في الديم لايت، النور القليل. فالناس اللي عندها شورتج في فيتامين اي بيبقى عندها مشاكل في ان هي تشوف كويس بالليل مثلا او في نور قليل. مهم، الفيتامين اي ده موجود في بعض الاكلات اللي بيبقى صعب على ناس كتير ان هي تشتريها عشان الفلوس. موجود مثلا في انواع من البيض، تلاقيه موجود مثلا في انواع من الجزر، حاجات يعني ممكن تبقى مش افوردبل لناس كتير ان هم يشتروها، وبالتالي الناس دي بعدهم نقص في فيتامين اي. ففكروا يعملوا حاجه، فكروا يزرعوا او يشوفوا كروب افوردبل للناس كلها ان هي تشتريها وبياكلوها الناس كلها، زي الرز مثلا، رايس. ليه ما نزرعش الجين اللي بيعمل فيتامين اي في الرز، بحيث ان لما الناس كلها اللي بتاكل رز اللي هو افوردبل للكل، كلهم يبقى عندهم مصدر الفيتامين اي من اكله رخيصه وافيلبل زي الرز. واوريدي نجحوا في كده وعملوا حاجه اسمها جولدن رايس. ده رز شكله جولدن كده، شو ما بقاش يتباع دلوقتي يعني. ده رز ريتش ان فيتامين اي،
بحيث ان اي حد ممكن يشتري رز افوردبل وما يبقاش الناس عندها نقص في فيتامين ايه، الناس الفقراء. بس في some concerns، في اقاويل بقى ونتائج ترتبت على القصص بتاعه الجينيتك انجينيرنج او الكروبس بالذات، اسمها جينيتك موديفايد كروبس. جينيتك موديفايد كروب يعني نباتات معدله جين، اديتها جين عشان اغراض معينه زي ما قلت عليها من شويه. ممكن مثلا انت دلوقتي لما تعمل اللي هو القصه بتاعت الريزيستنت للهربيسايدز كده، الفلاح ايه هيستخدم هربيسايدز كتير، كتر استخدام الهربيسايدز عادي جدا يعمل لك حاجه اسمها سوبر ويدز، اللي هي ويدز بقت ريزيستنت للهربيسايدز. زي هور انتيبيوتيك، لما استخدم انتيبيوتيك كتير البكتيريا تتعود عليه تبقى ريزيستنت. طب انا دلوقتي بستخدم هربيسايد كتير، طب ما ممكن الويدز دي تبقى ريزيستنت لي، فدي مشكله. ممكن حوار فيتامين ايه، اكتشفوا حاجه من حوار فيتامين ايه اللي كنت بكلمكم عليه ده، ان هما لما قعدوا يعملوا جينيتك انجينيرنج ودوا الرز الجين بتاع فيتامين ايه بقى اسمه جولدن رايس، للاسف التكنولوجي في ان انت تعمل الجولدن رايس ده غلت سعره، بقى اغلى من الرز العادي، يبقى احنا كده ما استفدناش حاجه، بقى الجولدن رايس زيه زي بقيه الاكل الايه الغالي اللي فيه فيتامين ايه، ما بقتش الناس تعرف تشتريه، يبقى انا كده ما استفدتش حاجه، كنت خلاص ادي الفلوس دي للناس الغلابه وخلاص بقى يشتروا الاكل اللي فيه الفيتامين ايه، كان ايه لازمتها؟ بلس في كونسرن كويس هنا في البوينت دي، ان انت لما تستخدم الهربيسايدز او ان انت تعمل هربيسايد ريزيستنت بلانتس دي، ده بيخلي الفلاح سام هاو ايه يزود الكروب ييلد بتاعه صح؟ فده بيخلي الفود سام هاو ايه تشيبر. الفلاح دلوقتي ما بقاش بقى عنده فلوس كتير، فبدل بقى ما كان يروح يشتري بقى زمان هربيسايدز كتير وبتاع عشان يموت الهربز دي، بقى بيموتوا بسرعه، وبالتالي بقى يحط ايه فلوس بتاعته ان هو يشتري سيدز اكتر والمحصول بقى يزيد اكتر صح. بلس ان في ناس تبقى سامها معترض تقول لك جينيتيك موديفايد كروبس يعني معدله جينيا ده ممكن تاثر عليها تجيب لها كانسر ولا يبقوا السموم توكسنز وبتاع، الناس عندها كونسرن من القصه دي، مع انهم ما بيعملوش حاجه اختبروا 100 مره، بس الناس عندها كونسرن يعني بقى بناخد اراء الناس خلاص. بلس ان الحاجات بقى الجينيتيك موديفايد بلانتس دي اللي بتضر الحشرات الوحشه، ما هي ممكن زي البيستيسايدز العاديه تضر الحشرات الكويسه والوحشه، اليوسفول والهارمفول انسكتس، ده كده برضه يعتبر ضرر زي البيستيسايدز اللي اتكلمنا عليها في الشابتر اللي فات. بلس كلمتكم برضو عن حاجه اسمها البي تي توكسين. بي تي توكسين ده يعني ايه؟ لما انا اجيب جين بتاع بي تي توكسين اديه لنبات يطلع البي تي توكسين ده زي سم كده يموت الايه الحشرات. طب لو افرض انا عندي بقى فدادين كتير قوي من القصه دي، نباتات كلها جيناتيكلي موديفايد عندها الجين اللي بيطلع البي تي توكسين، فده برضو هيعمل ايه؟ كاني بستغل الجين بتاع البي تي توكسين كتير، ممكن الحشرات نفسها يجي لها ايه ريزيستنس للبي تي توكسين ما تبقاش تموت منه، نفس مشكله برضو الانتيبيوتيك لما استخدمه كتير البكتيريا يجي لها ريزيستنس، نفس الفكره نباتات كتيره عندها الجين بتاع البي تي توكسين هيبقوا فدادين كتير، فالحشرات هتتعود على البي تي توكسين تبقى ريزيستنت. فالحل هنا ايه؟ انت لما تيجي تزرع مش لازم كله يبقى ريزيستنت للبي تي توكسين، او سوري بيطلع البي تي توكسين، نباتات ازرع حبه بيطلعوا بي تي توكسين وحبه ايه ما بيطلعوش بي تي توكسين عشان خاطر تقلل قصه الايه الريزيستنس على الحشرات. طيب احنا بقى هنتكلم، القصه دي مهمه جدا، ازاي بنعمل جينيتك انجينيرنج، ازاي تنقل جين من سبيشيز تحطها لسبيشيز ثانيه، وهناخد الاكزامبل بتاعنا هنا ايه الجين هتنقله بتاع الانسولين، الانسولين ده بروتين باي ذا واي، تنقله من سيل بني ادمين لبكتيريا عشان البكتيريا هي اللي تطلع الانسولين ده. تعال نشوف القصه بتحصل ازاي. مبدئيا كده انت عشان تعمل جينيتك انجينيرنج محتاج تقطع جين من دي ان ايه بني ادم وتعمله ستيكنج او تلزقه في الدي ان ايه بتاع بكتيريا، فاحنا عندنا انزيم بيقطع اسمه ريستريكشن انزيم، وانزيم تاني بيلزق اسمه دي ان ايه لايجيز خلاص. تعال نشوف ازاي بنستخدم الانزيمز دي، قلنا واحد اسمه ريستريكشن بيقطع وواحد اسمه دي ان ايه لايجيز بيلزق. تعال نشوف، بص الصوره دي حلوه. اول ستيب جيب الدي ان ايه سيل بتاعت بني ادم اهي صح، دي كده سيل او نيوكليس من بني ادم اهي فيها دي ان ايه. اول حاجه تعرف مكان الجين بتاع الانسولين،
الجين ده جزء من الدي ان ايه بتاع البني ادم، من غير الجين الاحمر ده هو الايه؟ الجين بتاع الانسولين. هتقطعه، قلنا هتقطعه لازم بانزيم اسمه ايه؟ ريستريكشن انزيم. طيب قطعناه اهو، بقى معانا الجين. تمام، عايزين نحطه في البكتيريا، نجيب بكتيريا ايه صح، بكتيريا سيل. الجين انا مش هدخله البكتيريا، لا انا هطلع من البكتيريا الدي ان ايه اللي على شكل الخواتم اللي خدناه زمان في شابتر 1 على شكل رينج اسمه البلازميد. هطلعه، طلعت البلازميد اهو ماشي. بعدين هقطع البلازميد برضو بريستريكشن انزيم، حكيت اوبن البلازميد ده مقفول، انا هقطعه، هقطعه على اساس ان انا ايه؟ افضي مساحه احط فيها الجين بتاعي ده في البلازميد ده صح؟ لازم افضي مكان. وبالفعل جدا اللي انا عملته، جبت الايه؟ الجين، لزقته فين؟ في البلازميد صح؟ كونت بلازم جديد. الكلمه دي مهمه جدا، اسمه ري كومباينن بلازميد. اسمه ايه؟ ري كومباينن بلازميد، يعني بلازميد عنده جين جديد، جين بقى ايه؟ بتاع الهيومن انسولين. جبت بلازميد البكتيريا حطيت فيها جين الهيومن انسولين خلاص. بعد كده هتعمل ايه؟ هترجع الريكومباينن بلازميد ده ترجعه لمين؟ للبكتيريا. تقوم البكتيريا عامله لك ايه؟ اهو رجعه للبكتيريا، تقوم البكتيريا دي عامله لك ايه؟ مطلعه لك الانسولين ده. بس اكيد الايه؟ الجين او الانسولين اللي طلع من بكتيريا واحده اكيد مش هيكفي مرضى السكر، الانسولين طلع كميه قليله جدا، فعشان كده بنحط بقى ايه؟ نفس حوار اللي فات اتكلمت عليه، الفيرمنتر. حط البكتيريا دي الجيناتيكلي موديفايد دي، تحطها في فيرمنتر، اديها كل اللي هي عايزاه، تطلع لك الانسولين، تطلع الانسولين دي لمرضى السكر خلاص. بس في كام حاجه كده عايز اقولها مهمه. بصوا انا هنا اديت البكتيريا الجين عن طريق حاجه اسمها ايه؟ بلازميد خلاص. فالبلازميد ده بسميه ايه؟ البلازميد ده يا جماعه بسميه فيكتور. فيكتور من غير ايه؟ فيكتور. الفيكتور ده الحاجه هو بتاع الدليفري، يعني اللي بياخد الجين يوصله للاورجانيزم. يعني انا دلوقتي عايز اجيب الجين اوصله للبكتيريا بتاع الانسولين ده، اخدت مين بتاع الدليفري؟ خدت البلازميد. يبقى البلازميد هنا اسمه يا جماعه؟ اسمه فيكتور. مهم قوي الكلمه دي ان احنا نقولها، ان البلازميد دي اكس از فيكتور. بلس في حاجه تانية، بصوا معايا، الريستريكشن انزيم ده في منه انواع كتير، طبعا مش مهم نعرف اسميهم. في مثلا نوع اسمه A، نوع اسمه B، نوع اسمه C، نوع اسمه D and so on. لو انا مثلا هقطع الدي ان ايه هنا بريستريكشن انزيم اسمه ايه، لازم البلازميد يتقطع بنفس الريستريكشن تايب لو اسمه ايه. ليه بقى؟ عشان انت لما تقطع بريستريكشن مثلا اسمه ايه، ده هيبقى شكل الايه؟ الجين اطرافه شكلها عامل كده صح؟ ولما اقطع بنفس الريستريكشن اللي اسمه ايه، شايف البلازميد ايه؟ اطرافه هتبقى كومبلمنتري للجين صح؟ انا هنا بقطع بنفس الريستريكشن في الدي ان ايه وفي البلازميد. ليه؟ عشان اعمل حاجه اسمها ستيكي اندز او كومبلمنتري ستيكي اندز. ستيكي اندز في الجين اهي تبقى كومبلمنتري للستيكي اندز على ايه؟ البلازميد، عشان يعرفوا يركبوا بعض. عشان لو انا قطعت الجين هنا بريستريكشن اسمه ايه مثلا، وقطعت البلازميد بريستريكشن تاني نوع تاني اسمه بي، كده انت مش هتعرف تعمل حاجه اسمها كومبلمنتري ستيكي اندز، مش هيركبوا في بعض. ليه؟ انت قطعتهم بريستريكشنز مختلفه. فدي نقطه مهمه لازم نبقى عارفينها كويس خلاص. بس ونكتفي بهذا القدر.